وللنظر أكثر مشاهدينا حول تعامل الأمن العام مع الحالة الجوية في مختلف محافظات المملكة، ينضم إلينا الآن مساعد مدير إدارة العمليات والسيطرة في مديرية الأمن العام العقيد نائل شفيق. نائل بيك، أهلا وسهلا بك عبر شاشة قناة المملكة. إذا أمطار غزيرة وثلوج وبعض التراكمات بالإضافة إلى الضباب الكثيف في مختلف محافظات المملكة، إلى حد هذه اللحظة وهذا الوقت بالتحديد، ما الحالات التي تعامل معها الأمن العام حتى هذه اللحظة في مختلف محافظات المملكة؟ تفضل. مساء الخير عليكم وعلى جميع الإخوة المشاهدين. الحمد لله أمطار الخير غطت المملكة وإن شاء الله تستمر وما نشوف أي حوادث. فعليا اللي صار عندنا فقط هي حادث إعاقة لمركبة في منطقة معان وباصوا فعلا في 20 راكب وتم التعامل معه واتصال الأخوة يعني السواح لمنطقة آمنة وانتهت، لا يوجد أي حوادث لغاية الآن والحمد لله إن شاء الله تكتمل المنخفض على خير بدون أي حوادث، لا يوجد أي حوادث وجميع الطرق زي ما أفاد إخواننا سالكة وما في عندنا أي مشكلة. كان عندنا منطقة رويشد بسبب الغبار والأتربة ولكن الحمد لله الآن الطريق سالكة والأمور على ما يرام. الطرق السالكة ولكن بحذر نائل بيك. نعم. لأنه هنالك ضباب كثيف تحديدا في المناطق المرتفعة سواء في الشمال أو في الوسط أو حتى في المناطق الجنوبية، لو وضحنا أكثر للمشاهدين عن طبيعة أنها سالكة ولكن بحذر أكثر أيضا. الآن أنا عشان نكون بالتفاصيل أكثر، إحنا عندنا مناطق الجنوب في عنا بصيرة وإيل وأذرح ومريغة ورأس النقب وفقرا عمات الشوبك والبترة والدلاغة وملوكي، هذه المناطق فيها ثلوج وطرق سالكة بحذر شديد بسبب تراكم الثلوج. في عندنا في طريق جرش القديم نبع ما زال مغلق بسبب ارتفاع مستوى منسوب المياه. باقي الطرق في العاصمه سالكه ولكن بسبب الضباب ومدى الرؤيه المحدود في يعني تحذير شديد من انه الانتباه للسير على الطرق. طبعا احنا الان بنمر في مرحله مثل ما جاء من اداره الاحوال الارصاد الجويه وحسب الواقع اللي احنا شايفينه في توقف للهطول المطري ويعني الوضع تقريبا مستقر ولكن في الان في موجه ثانيه بعد فتره راح تبدا وبدنا نحذر من الاخوه المواطنين انه مع قدوم ساعات المساء راح يصير عندنا موضوع الانزلاقات والانجماد على الطرق وهذا لازم ياخذ فيه احتياطاتنا اكثر. الان الحمد لله لغايه الان الامور طيبه ولكن اذا صار في عندنا انجمادات بعد المساء وزياده الحاله الجويه يعني نؤكد على الاخوه المواطنين انه يعني التخفيف من الحركه قدر الامكان الى الامور الضروريه. وهذا السؤال نائل بيك، عندما نقول ننصح الاخوه المواطنين ننصح المشاهدين باخذ التحذيرات اللازمه بعدم الخروج ولكن الكثير يخرج، لو افترضنا ان هناك خروج سوف يكون، كيف سوف تكون اليه التعامل مع هذه الظروف الجويه السائده؟ متوقع تعمق الحاله الجويه خلال ساعات المساء بالاضافه كما قلت نائل بيك الى موضوع الانجماد وهو امر خطير للغايه. طبعا اخي انت يعني ملاحظ ان الارصاد الجويه اكدوا على انه الموجة القادمه الان راح تبدا بعد العصر راح تكون يعني قويه ومعقول مع يعني قروب ساعات المساء راح يزيد عندنا موضوع الانجماد، الانجماد خطر شديد يعني انجماد وضباب راح تكون الحركه خطره جدا، الان في معنا وقت ننهي اعمالنا نحاول يعني ننهي قدر الامكان من الحركه ونخفف نتوجه لمنازلنا عشان الامور ان شاء الله تظل على ما يرام لانه ما بدنا اي اصابه ولا بدنا اي حوادث لا سمح الله، بدنا المنخفض ينبع على خير ما يصير عندنا اي اصابات او يعني اثار سلبيه لا سمح الله وتكون امطار خير على الجميع. وانتم نؤكد على انه نعم. الانجماد اخطر يعني خطير جدا والضباب طبعا زي ما انتم شايفين يعني خطير جدا على السائقين والان يعني في عندنا فتره من توقف الهطول ممكن نستفيد منها وننهي اعمالنا ونحاول نوجه لبيوتنا وان شاء الله السلامه للجميع. ان شاء الله. طيب نائل بيك استثمر وجودك معنا واسالك عن موضوع سرعه الاستجابه من قبل كافه تشكيليات او تشكيلات مديريه الامن العام للتعامل مع هذه الظروف الجويه السائده في ظل خطه الطوارئ الموضوعه اصلا في كل فصل شتاء من قبل اداره العمليات والسيطره. طبعا احنا الان جاهزيه على قدم وساق في جميع المواقع من جميع نشام الامن العام من دوريات خارجيه والسير وجميع وحدات الامن العام جاهزيه مطلقه وفي جميع المواقع وعندنا رقم الطوارئ الموحد 211 عامل على مدار الساعة. لغاية الآن تلقينا ما يقارب 5196 مكالمة على تتعلق في مختلف الأحداث لكن معظمها تتعلق في المنخفض الجوي. منها 3954 بلاغ. الوضع عندنا ممتاز وجميع وحداتنا منتشرة وموجودين في جميع المواقع والتنسيق
مع جميع غرف عمليات الحكومة ومنها وزارة الأشغال، أمانة عمان الكبرى، البلديات، التنسيق على قدم وساق مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات. الأمور مسيطر عليها والانتشار ممتاز جدا والاستجابة على أعلى درجات الجاهزية، ولكن احنا نرجو من الجميع التعاون بهدف المصلحة النهائية اللي هي سلامة الجميع، سلامة المواطنين والمقيمين، وتجنب إن شاء الله لا سمح الله يصير عنا أي حوادث. يعطيكم ألف عافية، بشكرك جزيل الشكر العقيد نائل شفيق مساعد مدير إدارة العمليات والسيطرة في مديرية الأمن العام، شكرا على كل هذه التفاصيل.